عادل الحسني، وجود إسرائيل في سقطرى واقعا على الأرض يعني يجب التعامل معه من الآن فصاعدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليك أستاذة خديجة وعلى أهلا ضيوفك بك. والسادة المتابعين. الحقيقة الوجود الإسرائيلي كان منذ عام 2016، ليس من اليوم، ولكن بالنسبة لسقطرى هو حديث. أما بالنسبة للقواعد العسكرية الأخرى فقد تحدث تقرير باص فيد الأمريكي عن وجود مرتزقة إسرائيليين استخدمتهم الإمارات ومشاركين مع الإمارات حتى في عمليات الاغتيالات التي حصلت في جنوب اليمن. لكن اليوم تطور الأمر لإنشاء وبناء قواعد عسكرية في جزيرة سقطرى، وبالتحديد في منطقة قطنان وفي منطقة مومي شرق الجزيرة. هذه مناطق يا أختي الكريمة سبق حتى لبريطانيا عندما كانت محتلة جنوب اليمن أن بنت قواعد عسكرية فيها، وكل من حتى الاحتلال البرتغالي. يعني هذه المناطق حساسة جدا ومهمة جدا، تطل على المحيط الهندي وعلى بحر العرب وعلى ممر السفن الدولية. فالإمارات العربية المتحدة حريصة جدا على بناء القواعد العسكرية فيها هناك، ولكن هي يعني بحجمها الصغير وبقدراتها ترى أنها يعني في وسط هذه البحار ليس لها قدرة على ذلك، فاستعانت باللوبي الصهيوني المحمي عالميا. وما علاقة الإمارات بإسرائيل المؤخرة إلا خير دليل وشاهد على ذلك.